تعبنا نصارع الألم من البداية كل شي واضح نضعف وقت الحكي واسأل نفسي كيف أصارح عشنا رحلة وشفنا فيها والمشاعر ما تحميها كل كلمة كنت تعنيها وانتي مشاعرك تم تخفيها لو نقلب الأوراق نلقى الفراق كان مكتوب الدنيا فينا تظلم لأن حكي فيك مسلوب انتي السبب والضحية والمشاعر هي الأذية واخر صفحة مني لو تعذريني هي الوصية موجودة في كل أيامي بس ولا يوم عشتها معاك موجودة قدام عيني ولا نظرة تكسر جفا قريبة مني بس بعيدة عني وبكل هذا أدري المكان ما هو ملكي فواجب إني أمشي نورك بعد ينطفي نوري يبقى مترفي حتى لو اسمك يختفي راح أبقى مكتفي قلبي يحدثني بأنك متلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي ما لي سوى روحي وبادل نفسي في حب من يهواه ليس بمسرفي فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى مغنى خافي أول لحظة شفتك فيها حسيت الدنيا خير عدت الأيام واكتشفت إنك غير سلبت مني حقي وأبسط حقي إني أشكي بس مين يسمع صوتي في لحظة لما أبكي المشاعر أغلى ولا طموحي وكل أحلامي كنت أتمنى تكون معاي وتفرح لإنجازاتي لكن دايم عني بعيد وأشوف منك تقصير كيف أتحمل هذا الواقع وارضى باللي يصير لو نخاطب العقل كل واحد فينا له كيان وجودك واجب يحمي وأحس فيه بالأمان اللي بيننا ما هي سلطة حياة بين اثنين والعاطفة تجبرني أعيش بين نارين كل ما أحاول أفتح باب ألقى حياتي أتعب كلامي يجسد العتاب مع إني أجهل الأسباب قلبي يحدثني بأنك مدلفي روحي فداك عرفت أم لم تعرفي ما هي سوى روحي وبادي نفسي في حب من يهواه ليس بمسرفي فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى مغنى خافي غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنى